مش عايزين نبدأ كده بكآبة، بس هو للأسف الخبر اللي كآبة بتطاردنا. الخبر اللي جاي معانا عن الكورونا بطبيعة الحال، بس حلو إن احنا نتكلم عن الوباء علشان نخلي بالنا، فنتعلم كمان من الموجة الأولى لانتشار كورونا زي ما احنا كلنا تابعناها والعالم كله هذا الفيروس اللعين. احنا بقى دخلنا في ذروة الموجة الثانية، وده يخلينا زي ما كريم بيقول نلتزم أكتر. مهم كمان إننا ننبه حضراتكم بأهمية هنا ارتداء الكمامات والبعد عن الازدحام وعدم تنظيم الاحتفالات او تجمعات ايا كان بقى في الحزن او في الفرح. وعشان كده كمان الحكومه النهارده بدات تطبيق، خليني اقول لحضراتكم، الغرامه الفوريه المقدره. هي مقدره ب 50 جنيه، البعض قد يشوفها قليله، البعض قد يشوفها كويسه ان في اصلا غرامه، بس هي دلوقتي الحكومه طبقتها ب 50 جنيه على اي شخص مش هيلتزم بارتداء الكمامه. ده طبعا ضمن اجراءات مكافحه كورونا اللي اعلنتها الحكومه الاسبوع اللي فات. خلينا نروح نشوف فيديو جراف عن الغرامات دي ونرجع نكمل. من ضمن يعني حسنات الكورونا، انجاز التعبير ده يعني ان كان ليها حسنات، ان هي خلتنا يعني على الاقل نتامل شويه في الحياه. كلنا لازم فعلا ندرك، وبكرر لحضراتكم النقطه دي لان هي حقيقه في منتهى الاهميه، كلنا لازم ندرك ان فعلا فعلا ما فيش في حياه كل واحد مننا يعني اغلى ولا اهم من الصحه. لا المال بينفع، خلي بال حضرتك لما تكون مالتي ملياردير انت تقدر تشتري كل الادويه اللي في العالم بس ما تقدرش تشتري الشفاء، لما تكون مالتي مليونير تقدر تشتري كل سراير العالم بس ما تقدرش تشتري النوم. قيسوا على كده بقى طبعا الشهره، الجاه، المناصب الى اخره. فالحقيقه الصحه هي هتفضل دائما وابدا هي الاغلى وهي الاهم. عشان كده رسالتنا من جديد هنفضل دايما نفكر حضراتكم، وبطبيعه الحال نفكر نفسنا كمان، احنا كمان بضرورة حماية نفسنا وضرورة ارتداء الكمامة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.